السلام عليكم، نقدم لكم الاسم ديالي يوسف، الاسم يوسف مداحي، من الساكنة ديال مدينة القنيطرة، صاحب فيديو قنيطري يفجر معلومات خطيرة عن أكشاك الفواكه ببيران زران. هذا التسجيل هذا هو الثاني، بغيت كذلك نقتسم مع المغاربة التجربة ديالي في هاد 3 أسابيع اللي عقبات الفيديو الأول. نتكلم فيها على طريقة التعامل معايا من طرف السلطات المحلية في هاد المدينة هذه والمسؤولين ديالها. عنوان كبير وهو التهميش دائما ولا مبالاة وعدم القيام بالمسؤوليات والإجراءات اللازمة للتدخل الإنصافي وإعطاء حقي وتحقيق في الخروقات الفادحة والخطيرة اللي كتقوم بها جمعية الفواكه ببيران زران. هذا التهميش هذا وهذا اللامبالاة تتجلى في طريقة التعامل معايا، وهي أن المسؤولين تجاهلوني، البعض منهم ما رضاش حتى يستقبلني في المكاتب ديالهم، والبعض الآخر استكبر عليا انني ندخل عنده البيرو ديالو فتيستقبلني فقط عند الباب او لا في الدروج ملي تيكون خارج. الي هذه الدرجه المواطن المغربي محقور في هذه البلاد هذه؟ الي هذه الدرجه المسؤولين ديال هذه المدينه هذه ما قادرنش يحاسبوا هذه الجمعيه، ما قادرنش ينصفوني؟ واش انا كمواطن بسيط خصني كذلك التجأ الادارات الكبرى في المركزيه في الرباط؟ خصني نقوم باجراءات اخرى، خصني نقوم باشكال نضاليه اخرى، خصني نقلب على مجموعه كبيره اللي تساندني، خصني نسمح في العمل ديالي في القوت اليومي ديال وليداتي، ونبقى تابع هاد الامور هذه في ظل الصمت الكبير ديال هاد السلطات. هذه علامه استفهام على المسؤولين الكبار ديالنا في هاد المدينه هذه. انا ما باغي نجبد حتى شي واحد بالاسم اولا بالمنصب الخاص بكل واحد فيهم. انا هذه رساله لهم اولا باش يعيدوا النظر في هذه طريقه التعامل ويفتحوا لي الباب ويديروا تحقيق في هذه الامور هذه. الامر الثاني هو ان السيد الوزير السي عزيز رباح فتح لي الباب يعني في الهاتف وقال لي اودي واخا نديروا موعد ونتلاقى ونشوفوا هذه المساله ديالك. دار معايا موعد هذا الاثنين هذا اللي داز، اتصلت به ما جاوبنيش، اتصلت به نهار الثلاث ما جاوبنيش، اتصلت به الاربع ما جاوبنيش. مشيت للمجلس البلدي باش نلتقي به، ما التقاش بيا، قالوا لي الناس ما راه السيد راه ما كاينش. البارح في العشيه كان تفاجئ ان الناس الاصدقاء اللي تيناضلوا من اجل هاد 16 حانوت باش ياخذوها، تنتفاجئ انهم استضفهم السيد الوزير البارح الثلاث اللي ما بغاش وما رضاش انه يتلاقاني انايا، تلاقى بهم وقال لهم الامور ديالكم راه غاده، احنا راه في الاجراءات معاكم والامور ان شاء الله راه غتمشي بخير وعلى خير. هادشي اللي كاين دابا. بغيت من المغاربه عموما يساندوني، الله يجازيكم بخير، اللي كيسمع صوتي او لا طالع على هذا الموضوع هذا يتصنت لهاد الفيديوهات ويبارطاجيهم، واللي بغى يساعدني او لا يقوم بشي اجراء او لا شي مساعده انسانيه او اجتماعيه يوصل الصوت ديالي للجهات العليا، الله يجازيه بخير. انا نخلي الرقم الهاتف ديالي اللي غيدوز في الشاشه فقناة كينيترا 36، الله يجازيهم بخير. وفي النهاية كنناشد صاحب الجلالة أنه يتدخل ويفك علينا هاد المهزلة هادي ديال هاد المسؤولين هادي اللي مهمشينا وتيتعاملوا معنا بمنطق اللامبالاة. راه حتى واحد ما مسوق لنا سيدنا في هاد المدينة هادي، الله يجازيك بخير. هادي مناشدة لك، كنعرفوك أنك أنت ملك الفقراء وحنا راه فقراء، حنا راه عاية ديال صاحب الجلالة، الله يجازيك بخير لما وقف معنا، وحنا راه أصحاب حق، أصحاب مظلمة، عندنا الوثائق، عندنا المسائل اللي كتدل على أننا أصحاب حق وتقصينا، فالله يجازيكم بخير وشكرا، السلام عليكم.